ما شاء الله ايديه تتلفف حالك. جبته ديك النهار عمل البيت بتاعي من فوق لتحت، ما شاء الله خلاه مرايا. اهو اللي زي ديه بقى مطلوب هناك قوي في فرنسا. اي شغل في المعمار بيشتغل ايه فوريري. الا انت صحيح عملت ايه في العيال اللي انا بعتهم لك تسفرهم فرنسا؟ شغالين يا اخويا زي الفل وبياكلوا البغاشه. ربنا يديك يا حارس على قد فعل الخير اللي انت بتعمله في اهل البلد. اول عيل من دول بدل له شغله ولا مشغله يسعى على اكل عيش يشوف مستقبله. انا مش عارف الناس بتوع التلفزيون دول عايزين مننا ايه. بيهاجموا العيال اللي بيسافروا ليه بره. هم عايزين مننا ايه؟ يقعدوا في البلد كده لا شغله ولا مشغله زي الاستاذ رمضان بتاعنا اللي بيقعد يدي محاضرات كلام ما ياكلش عيش. جد نفسية القط جه نط. مسكتي فوق منين؟ فوق منين؟ فوق منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انتوا قاعدين في راس البر ولا قاعدين في جمصة؟ فين الطابور؟ لا غناء يا سيدي، لا غناء، ما لقيناش منه مصلحة لا غناء، قلنا نشوف الصالح. وإيه هو الصالح يا أخويا اللي أنت عايز تشوفه؟ الطابور ده هو شيء مقدس وانت عارف صح ولا ايه بكلم غلط؟ جوايا يا استاذ رمضان انت بتزعقلي، انت ناس ان انا الناصر، وبعدين دي سياسه عليا مالكش دعوه انت بيها، احنا معانا قرار من المنطقه التعليميه اهو ادي الجواب. ورغبه منا في ربط الطالب بمدرسته وزيادة انتمائه لما لها فإننا نتقدم إليكم بالموافقة على مشاركة الطالب في الأعمال المهنية الخاصة لجعل المدرسة أكثر جمالاً ونظافة وبإمضة السيد مدير المنطقة. عظيم بيمين لو وزير التعليم ذات نفسه هو اللي ماضي ما يدخلش دماغي الكلام ده. هو هي العيال جاية المدرسة عشان تتعلم نقاشي ولا تدرس عربي وحساب وكيمياء؟ جوايا يا أستاذ رمضان انت جاي تديني في القيم والاخلاق في المدرسه ولا ايه؟ ما تتكلم يا حاج وجدان. ما تهدى شويه يا استاذ رمضان كده لا يطق لك عيلك ولا السكر يعلى عليك فجاه. هو الراجل عمل ايه؟ بيعلمهم صنعه، لو باظوا في التعليم يبقى في ايديهم صنعه تنفعهم. تنفعهم في ايه يا حاج رشدان اللي عمال تلاعب لي حواجبك عمال على بطال؟ البلد بتعمل مدارس عشان العيال يطلعوا علماء مفكرين مش يسافروا فرنسا. ها؟ ويموتوا في عرض البحر. لا 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 بقى عندك بقى يا استاذ رمضان انت كده بتهني. انا يا اخويا لا ليا دعوه ولا بسفر ولا بجوي. وبعدين هي كلمه واحده جزر او اقامها جاح. انت مالكش كلام معايا خالص. عايز ايه يا ولد؟ عاوزين مقفوره ست طابور فيه واربعه فيه ولاز واربع جلس. تعالى 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 يا ولد تعالى يا اسطى تعالى يا اخويا ايه اللي في ايدك ده هو؟ تعالى يا ولد انت مش بتنت تاني يا ولد؟ ها؟ ايوه عايز تيه؟ عايز تيه؟ أنا هديك التيه، ها؟ أنا هديك التيه، تنجرح الفصل وأنا جاي وراك.